زوجة نبينا الأولى، لما جاء الوحي على رسول الله في أول الأمر أرادت هي تستثبت لنفسها هل اللي بيجي زوجها ده وحي من السماء ملك ولا شيطان، لا يكون راكبه جن، ما تعرفش أمر جديد عليه. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك من يجيئك، اللي هو الوحي يعني، أخبرني. فلما جالوا الوحي في البيت أخبرها، قال: لقد جاء. فراحت معرية شعرها وعرت عن كتفها، يعني أظهرت عورتها هي، وجلست على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد ذهب. فعرفت أنه ملك، عرفت أنه ملك، لأن الملك إذا ظهرت العورة خلاص يمشي. فاطمأنت أن زوجها يوحى إليه خلاص. كل دي الاختبارات دي كلها عملتها ستنا خديجة تستثبت لأمر زوجها مش لنبينا. نبينا متأكد أنه هو وحي من الأول، النبي لم يشك لحظة، لكن هي تريد أن تستثبت لزوجها وتطمئن عليه هل هو ده ملك ولا لا. يبقى موضوع ان الملك يمشي عند ظهور العورة دي امر يعرفه حتى الناس من الاديانات السابقة، لان عرفت الكلام ده من مين؟ من ابن عمها ورقة بن نوفل اللي كان قرأ في الكتب السماوية السابقة، هو اللي قال لها، قال لها: تعالي، لو كان ملك مش هيظهر في ظهور العورة، ولو كان شيطان يفضل او جني. فهي حطت في مخها المعلومة دي وهي ارادت تستثبت لنفسها. يبقى عرفنا من هنا ان الملك يخرج حياء عند ظهور عورة الانسان فلا يرى عورته، والجن يفضل قاعد مرابط عايز يتفرج، تقوم انت تخلص منه ازاي؟ تقول: بسم الله الذي لا اله الا هو. فيبقى ده ستر ما بينك وبين الجن، طول ما انت بقى لابس ثيابك عورتك تبقى متغطية عن الجن وعن الانس وعن الملائكة. يبقى ستر العورة أي لون العورة عن أعين الإنس حتى عن نفسه وأعين الجن والملائكة. فإن الستر بثوب مثلا يمنع من رؤية الجن والملك، والمراد الستر من أعلى وجوانب. يبقى المراد ستر العورة في الصلاة هو ستر الجسم من أعلى ومن الجوانب، انما انت ما تبقى لابس جلابيه لو حد بص من بين رجليك ما هيشوف العوره من تحت، مش كده برضه؟ ما يضرش، لان المطلوب ستر العوره من اعلى ومن الجوانب، واضح؟ لكن مش مشكله سترها من تحت. فهمت بقى المساله؟ يبقى ستر العوره الواجب هو ان تكون مستوره من اعلى ومن الجوانب، بخلاف لو قرينا احنا في باب الخف، ايام ما كنا بنقرا في باب المسح على الخف قلنا يجب ستر الخف أن يستر من أسفل ومن الجوانب ولا يضر من أعلى. فلو كان واسع، لو كان واسع الرقبة الخف نفسه بحيث تبص من أعلى تشوف رجلك جواه ما يضرش، طالما هو ساتر من أسفل ومن الجوانب. يبقى ستر الخف للمسح عليه يكون من أسفل والجوانب، وستر العورة للصلاة تكون من أعلى ومن الجوانب. فهمت المسألة دي؟ والمراد الستر من أعلى وجوانب، فلو كانت بحيث ترى من طوقه أو كمه لسعته في ركوعه أو سجوده ضرا لا من أسفله. يعني بيقول لك لو كان الطوق بتاعك اللي هو الرقبة اللي يسموه الجيب اللي بتدخل منه رقبتك كانت واسعة أوي لدرجة تبص كده تشوف عورتك من خلالها، أو الكم واسع أوي بحيث أن يشوفوا سرتك من خلال الكم الواسع أوي ده، يبقى دي تضر في الصلاة ما تنفعش. فهمت ازاي؟ يبقى لازم يبقى الكم ضيق بحيث لا ترى العورة من أعلى، وكذلك الكم يبقى ضيق بطريقة بحيث، لكن لو بين باطك مش مشكلة، ما هو الإبط ليس من العورة إلا لو كانت امرأة فيضر. يبقى المرأة يبقى كمها الكم بتاع فستانها ضيق عشان لما تيجي تقول الله أكبر ما يروحش نازل منحسر فيبين ذراعها، لأن لو كان كمها واسع وهي بتقول الله أكبر كده ينحسر يروح واقع. طب افرض ما عندهاش إلا بكم واسع، هي بتقول الله أكبر دون رفع اليد بس وخلاص وتصلي، لأن رفع اليد سنة وتغطية العورة دي شرط من صحة الصلاة، فتترك سنية رفع اليد حتى تحافظ ألا تظهر عورتها، واضح؟ ولما تيجي تفصل بعد كده فستان تصلي فيه ولا حاجة تعمل كم ضيق،
علشان لما تيجي ترفع ايدها لا ينحسر فيظهر جزء من ذراعها. كل هذه الامور يعني قضايا هامة يجب ان كل انسان يهتم بها لصحة صلاته. وان رؤيت بالفعل من ذيله، يعني لا من اسفلها، يعني لا يضر لو ظهرت من اسفله، من اسفل الثوب يعني كويس. وان رؤيت بالفعل من ذيبه لارتفاعه على رجليه في سجوده، زي ما يجي الواحد يسجد كده يبقى الثوب بتاعه مغطي رجليه كده، فلو انت قاعد من بعيد ممكن تشوف ايه جزء من ساقه وفخذه، ما يضرش. او بيصلي على مكان مرتفع، فلما يجي يركع ويسجد وهو انت قاعد في مكان منخفض قد يرى عورته، لا يضر برضه، الصلاة صحيحة طالما باين من أسفل. أو لكونه يصلي على دكة فيها خروق. سيدنا الشيخ الإبراهيم البيجوري من المنوفية، من الباجور منوفية، فبيكلمك بلغتك يقول لك أو يصلي على دك. كل الناس عارفة الدك، المصريين دي كلمة مصرية. الدكة دي عبارة عن يعني حاجة خشب وليها أقدام كده تقف عليها الناس تقعد عليها. لو كانت الدكة دي مخرمة أو معمولة عروق خشب فيبقى بينها مفرغ، فلو بيصلي على الدكة دي يبقى ممكن تبان من إيه، من خلالها، يقول لك ده ما يضرش، يصلي على الدكة ولا يهم. أو لكونه يصلي على دكة فيها خروق فرؤيت منها. وما هنا يعني وما هنا في باب ستر العورة في الصلاة عكس الخف، عكس الكلام بتاع الخف، فإن الستر فيه من أسفل وجوانب لا من أعلى نظرا لأصلهما غالبا. فالأصل أنت في القدم بتسترها من أسفل اللي هي موضع وطئ الأرض، ده الأصل في القدم كده، والأصل في الثوب أنك أنت بتستر من أعلى، فيبقى كل حاجة تردها لأصلها. وله ستر عورته بيده إذا كان في ساتر عورته خرق واحتاج لستره بيده. طيب أنا الوقت جيت نويت أصلي، ودي بتحصل لناس كتير، أنا حصلت لي كتير مثلا، بلاش أنت، ساعات تيجي تفاجأ وأنت بتصلي كده إن إيه البنطلون بتاعك مفتوق على فخدك وأنت مش واخد بالك، فجيت صليت ونويت كده بصيت لقيت الفتح، فتروح حطت ايدك كده طول الصلاة، يا اما تطلع وتغيره بقى، لكن لك ان تستر جزء عورتك اللي باين ده في الخرق ده اللي ظهر في البنطلون بتاعك في موضع عورتك طول فترة صلاتك بايدك كويس. ومفيش داعي بقى ايه ترفع ايدك وتقول الله اكبر وبتاع. طب في موضع السجود احط ايدي على الارض ولا استر العورة اولى؟ لان الرسول قال امرت ان اسجد على سبع، احط ايدي بقى على الارض في وقت السجود ولا اولى استر عورتي بايدي؟ هي دي المساله دي في ذهن الفقيه عايز يرد عليك، فالمبحث ده بيبحثه لك. بيقول وله ستر عورته بيده اذا كان في ساتر عورته خرق واحتاج لستره بيده. وعند السجود هل يراعي السجود او الستر؟ يعمل ايه؟ انا رايح عندي مصلحتين، مصلحة ستر العورة ومصلحة السجود ان انا احط كفي على الارض، اي مصلحة اولى تقدم؟ رجح الرملي تبعا لوالده الشيخ محمد الرملي تبعا للشيخ احمد الرملي ابوه من رملة لنجب من المنوفية، برضو كانوا مشايخ ازهر علماء كبار من علماء الشافعية. رجح الرملي تبعا لوالده تقديم السجود، يبقى ساعة السجود الإمام الرملي رجح ترجيح والده وقال لا نقدم السجود لأن احنا أمرنا أن نسجد على سبع، يبقى يسيب إيده لحظة السجود دي لحد ما يخلص السجود وبعدين لما يقعد يحط إيده تاني على موضع الخير. لأن الشارع أوجب عليه وضع الأعضاء السبعة فيه فصار عاجزا عن الستر، فعاجز عن الستر لأن الشرع أمره أن يسجد على سبعة، ده رأيه. الجبهة ادي أول واحد مع الأنف دي أول عضو، والكفين اتنين والركبتين اتنين يبقى كده خمسة، وبعدين باطن أصابع القدمين يبقى كده سبعة،
ومتى أن أسجد على سبع؟ باطن أصابع القدمين، مش تعمل لي صوابعك تانيها كده أهو زي المقاس سنين؟ لا خليك راجل نشيط كده على باطن أصابع، إلا لو كان عندك مرض، مفاصلك وجعاك، لعذر خلاص ما يجراش حاجة، أعمل عملية في ضوافرك مش قادر تلمس الأرض رافعها، خلاص يبقى طالما عذر خلاص، إنما لو مفيش يبقى تراعي هذا طالما أنت صحيح البنية. ورجح الإمام البلقيني عكس الكلام ده، قال لا ده ستر العورة أولى، ما يحطش إيده. ورجح البلقيني تقديم الستر لأنه متفق عليه عند الشيخين، ووضع اليد في السجود مختلف فيه، ومراعاة المتفق عليه أولى من مراعاة المختلف فيه، وهناك قول بأنه يخير بينهما. يبقى عندنا ثلاث أقوال في المسألة، قول بتاع الإمام الرملي تبعا لوالده قال لك إن نقدم السجود لأن أعضاء السجود معدودة سبعة ورواه الشيخين في حديث صحيح، ويبقى كده في الحالة دي عاجز عن الستر. الإمام البلقيني قال لا، ده في خلاف أصلا في ضرورة هذه السبعة عندك كل الفقهاء، هي لا شك أنه متفق على استحبابها لكن مش متفق على ضرورتها، لكن متفق على ضرورة ستر العورة، فمراعاة المتفق فيه أولى من مراعاة المختلف فيه. ده رأي البلقيني، كلام وجيه برضه. وفي رأي تاني قال لك والله المسألة دي بقى احنا حيرانين، الرملي عنده حق والبلقيني عنده حق، يبقى يخير بينهم. يبقى عندنا ثلاث مذاهب، واضح المسألة؟ ويسن للمصلي بقى، خلصنا احنا من الحتة دي بقى؟ هيدخلك في شغلانة تانية، أنا ممكن أستر عورتي بملاية سرير، مش كده برضه؟ من السرة للركن، وممكن أسترها بهدوم قديم، وممكن استلف من مراتي حته ثوب من بتاعها والبسه وحاجه حريمي اهو كل حاجه واروح مصلي فيه، كل ده ممكن. وممكن البس بقى ايه احلى الثياب اللي عندي وافخر الثياب، يبقى الاولى ان انا البس احلى حاجه اثناء الصلاه لاني هقابل ربي، ده سنه. يبقى من السنه ان انا اما اجي اصلي اصلي بالحاجه المحترمه الكويسه اللي انا بقابل بيها الضيوف، بقابل بيها الناس الاكابر، لان انت بتقابل ربك في اكبر من ربك. انت لا تقبل انك تقابل مثلا اقاربك او بعض الشخصيات بالفلنة الحمالات، مش كده برضو؟ اول ما يجي حد، طب دخلوهم الضيوف لحد ما البس، مش كده؟ مش بيحصل الحكايه دي؟ تروح لابس روب محترم، تلبس حاجه محترمه، وانت تروح تقابل، لكن وقت الصلاه يروح واقف ويصلي بايه؟ بالفلنة الحمالات. يقول لك ما انا ساتر عورتي، اه ما انت عامل الواجب، لكن احنا بنتكلم على المستحب. ربك بيقول وخذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند إرادة السجود، أي عند إرادة الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند إرادة الصلاة. فهمت إزاي؟ فعبر بالمسجد بمعنى السجود، وأراد من السجود معنى الصلاة من إطلاق البعض على الكل. فهمت بقى المسألة؟ وربك قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى إيه؟ يسن. يسن ولا يجب إن أنا أستر العورة بإيه؟ بثياب فخمة. إن كان عندي الإمكانية ما أروحش أستلف، يعني أفخر ثيابي اللي أنا عندي، وكل واحد حسب، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ويسن للمصلي أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه لظاهر قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يصلي في ثوبين. وبرضه يسن ان يصلي في ثوبين، ما يسترش عورته بثوب واحد على اللحم زي ما بيقول المصريين، يقول لك لابس الثوب بتاعه على اللحم. ليه؟ لان الثوب لوحده لما يبقى على اللحم كده اي تجعيده يحصل في اثناء الصلاه او يجي طيار هواء يطيره هيبان العوره، انما ما يبقى ثوبين يبقى ايه؟ يبقى متمكن من ستر عورته، يبقى العوره مستوره ستر كويس قوي. فهمت ازاي؟ عشان كده الرسول نهى عن ايه؟ عن الصلاه في ثوب واحد، لمن يستطيع ان يبقى عنده ثوبين، انما افرض فقير دقه ما عندوش الا ثوب خلاص يصلي، ولا يكره في حق، لان هي ده ما يملكه. وان يصلي في ثوبين لخبر
إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق أن يزين له. فليلبس ولا فليلبس؟ طب إيه الفرق؟ فليلبس ولا فليلبس؟ هي فليلبس، لأن لبس يلبس يعني في الثياب، ولبس يلبس يعني خلط وهم، منها لبس، يقول لك أنا وقعت في لبس، لبس يعني اختلاط، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، فاهم؟ يبقى يلبس دي معناها يخلط على الناس، يموه، يلبس جاي من اللبس، فلو قلت يلبس تبقى غلط لغة، نطقا ولغة. احنا بنتكلم هنا في موضع اللبس، انه يلبس ثياب، يبقى يلبس بفتح السين، دقة اللغة مهمة. والقرآن بيقول لك ايه؟ ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، ولو جعلناه رجلا لجعلناه ملكا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، مش كده في سورة الأنعام؟ يبقى يلبس بكسر الباء من اللبس، ويلبس بفتح الباء من اللبس. فهمت؟ واضحة؟ يبقى فليلبس ثوبيه. الرسول بيقول ايه؟ اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه، ثوبيه، فان الله احق ان يزين، ان يزين له. الثوبين دول بيبقى عباره عن ايه؟ جزء علوي وجزء سفلي. كان زمان ايام الصحابه يبقى رداء وازار، رداء اللي هو يغطي الجزء العلوي من البدن، والازار اللي هو يغطي الجزء السفلي من البدن. احنا دلوقتي بقى قميص وبنطلون، بقى جاكيتة وبنطلون، مش كده برضو؟ يعني جزئين، يبقى الجزئين دول يبقوا كويسين خلاص. انما ما تجيبش ملاية ولا بتاع اليمني دي اللي بيلفوها، عارف انت شفت اليمنيين عندهم بتاع كده اسمها ايه؟ عاملة زي الجونيلا كده، سميها سترة. بتشوفهم انت في الحرمين بيعملها كده زي اللي بيحج، عارف اللي بيحج يبقى عنده ازار اسفل، يبقى عنده في بيته، قاعد في بيته كده الجو حر، ويروح لافف نفسه كده نصه التحتاني بالبتاعه دي، ويروح تانيها كده على وسطه، وقاعد بعد كده ايه نصه الفوقاني عريان، يبقى قاعد في الطرا وهو في بيته، هو ده يبقى ايه ساترها بثوب واحد. يجوز ليه انه يقعد في بيته كده طالما ساتر من السره للركبه، ما فيهاش مشكله، لكن وقت ما يجي الصلاه بقى يحط على كتفه حاجه بقى. فهمت ازاي؟ من باب الزينه، من باب خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعلشان كده لما تيجي تصلي وانت محرم ولابس ازار ورداء، ما هو المحرم بيبقى لابس ازار ورداء ومطبع يعني مبين كتفك، يسن انك تغطي كتفك الاثنين، فيكره الصلاه للحاج وهو مطبع. مطبع يعني ايه؟ يعني معري الكتف الايمن، يقوم ساعتها يروح فاكك وحاطط ايه؟ الرداء بتاعه اللي هو الجزء العلوي من ملابس الإحرام على كتفيه، كما تضع الشال أو يسموه الطيلسان، فاهم؟ زي يحط الشال كده يحطه على كتف الاثنين ويصلي، وقت يخلص الصلاة يطبع تاني يحط ويعري كتفه الأيمن، وهذا الأمر يغيب على كثير من الحجاج، فالواحد ياخد باله منه. لظاهر قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يصلي في ثوبين لخبر إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق أن يزين له، ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة أو نقش. يكره، صلاة صحيحة لكنها مكروهة، أما يبقى فيها نقوش وزخارف كتيرة كده ممكن تشغله في الصلاة، يقعد يبص عليها، أو حتى وأنت بتصلي الصفوف قدامك، وده قدامك لابس قميص وحاطط فيه صورة لعيب كورة كده، تقوم تقعد تشوفه تقول آه ده فريق ده شفته فين قبل، وأنت تنسى صلاتك، تقعد تشغل نفسك، ملهاش لازمة. وأشد كراهة لو كانت لعيبة كورة أو ممثلة أو امرأة، كل الحاجات دي موجودة، تيشيرتات بتتباع بهذه الصورة، مش كده برضه؟ يبقى الواحد يعني لما يجي هيصلي ما فيش داعي ان هو يصلي في مثل هذه الاشياء، مكروهه. طب افرض صلى، صلاته صحيحه، ما تقولوش عيد، ما تقولوش ايه عيد، يبقى العيال بتوع التيشيرتات دول بتوع النوادي دول صلاتهم صحيحه، وبدل ما تقول لهم استقيموا ويرحمكم الله تقول لهم اوكي جاهزين، عشان يفهمك
ما هو عيال كده فافي بقى متدلعين. في بعض الشدات عليها علامة الصليب. ولو كان عليه برضه علامة الصليب الصلاة صحيحة، لكنها طبعا مكروهة لأنها رمز النصارى، لكن الصلاة صحيحة بس مع الكراهة للنقش، لأن النقش ده أصبح له معنى عند النصارى. هو أصله ساعات بيجيب الزخرفة دي مش واخد باله إن هي صليب. عالم يبقى مكروه الحاجات دي برضه، الواحد ياخد باله منها. وساعات مفتاح النيل ده بيبقى واخد شكل صليب ومعمول على تيشرتات مصرية كده، فالواحد برضه ياخد باله من الحاجات دي بحيث ان يبقى صلاته كده جميلة حلوة، ويبقى شكله كده محترم حلو بين يدي ربه. كل دي على سبيل يعني ايه، كمال الزينة في الصلاة، لكن ما تقولوش صلاتك باطلة وصلاته صحيح. حتى لو حطت علم امريكا، حتى لو حطت علم انجلترا، حتى لو حطت علم اسرائيل، ولو حطت صورة امرأة فوتوغرافية مطبوعة، صلاته صحيح. لابسة مايوه، صلاته صحيح. بس هو اللي مزعج، عيل مزعج اعمل فيه ايه، لكن صلاته صحيح. في فرق بين الصحة والادب بقى، فهمت ازاي؟ ممكن يبقى هو مسيء للادب، ازاي يدخل مسجد المسلمين وهو لابس كده وحاطط، يعني بجح، فهمت؟ فيها بجح، قله حياء، مش كده برضه؟ لكن صلاته صحيحه، تقدر تقول له عيدها؟ هات لي فقيه كده يقول له عيدها. احنا المطلوب ستر لون العوره وهو ساتر، عايز ايه منه تاني؟ انا ساتر لون العوره، تقدر تقول له عيدها؟ ما تقدرش تقول له عيدها. لكن هو طبعا عامل يعني جرم ادبي ما يليقش. ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة أو نقش، لأنه ربما شغله عن صلاته. يعني إحنا مثلا عندنا كرافات هي منقوش، أهي دي مكروه في الصلاة لأنها منقوش مش فيها نقش. ممكن تقعد تفرج كده وانت ساجد، الله هي لايقة على البنطلون ولا مش لايقة، مش كده برضو؟ تشغل نفسك وخلاص. مش الرسول صلى الله عليه وسلم ستنا عائشة عملت له ستارة، كان جالها حتة قماشة فيها صورة طائر، عملتها له ستارة على الشباك، فلما جه صلى شغله هذا الطائر فقال نحيه عني فإنه قد شغلني في صلاتي. مش قال كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى كان كل واحد حريص انه يبقى كل مخه في الصلاة، مش عايز حاجة تشغله. مش كده النبي نهى عن نقش المساجد وعن زخرفتها؟ عشان برضو زخرفة المسجد نفس الحكاية، لما تلاقي كده الحيطة متزخرفة ومتحمرة ومتصفرة وحاجات متداخلة تلاقي نفسك قاعد بتبص. لكن لشيوع هذا الأمر الآن أصبح هذا الحكم مش واضح في أذهان الناس، وأصبحنا إحنا الآن من كتر النقوش اللي قدامنا أصبحت النقوش بتاعت الكرافتة دي ما بتشغلناش قوي خالص، حتى لأننا مشغولين بحاجات تانية أشد منها، مشغولين بحاجات تانية أشد منها. وعلشان كده لما بتيجي تقرأ الأحكام دي تقول يعني هي دي بس اللي هتشغل؟ ده كانوا ناس طيبين والله، بقى هي دي بس اللي تشغل؟ امال يروح فين هموم الرزق وهموم الخلق وغلاء المعيشه، وهتجوز امتى، وهغير العربيه امتى، وهكسر السيراميك امتى، واغير السباكه امتى، وهتجوز مش عارف اعمل ايه، واجوز العيال ازاي؟ يعني موال وركن العربيه على باب الجامع وسامع الونش معدي وخايف لحسن ياخد الونش، والامام بيطول وعايز تمشي ومش عارف موال. فعندك حاجات تانية كتير شغلاك، فربنا يعافينا. بقينا في زمن يعني والمحمول بيرن وكله شغال، كله شغال بقى. ساعتها هتقول لي المنقوش ده يعني هيشغلني؟ يا عم ده المنقوش ده اخف حاجة. ارحمني بس باللي انا فيه. يعني ايه؟ علشان كده ما بتقرا هنا في الكتب القديمة بتعرف ان الناس دي كانت مركزة في حياتها، كانت الحياة ليها يعني طبيعة معينة كده مريحة، بحيث انه حاضر الذهن فمش عايز يشغل نفسه عن اي حاجة. الصحابي اللي وقف يصلي في البستان بتاعه، عنده عزبة قدام مسجد النبي، في احلى من كده جوار؟ تصور انت عندك عزبة قدام مسجد النبي في المدينة، تفتح الباب العزبة تلاقي نفسك عند مسجد المدينة. ايه الحلاوة دي؟ ده انت تبيعها بالسنتي مش بالمتر، ده شغلانة كبيرة. فوقف يصلي في البستان بتاعه ده، وكان اسمه بيرحاء، البستان ده بتاعه كان اسمه بيرحاء، كان ابو طلحه الانصاري. واقف يصلي سنه مش فرض، بيصلي سنه، كانوا الفرائض يصلوا خلف النبي، فهو بيصلي السنه بتاعته في البستان بتاعه.
فهو بيصلي كده قاعد يبص على النخل بتاعه ويشوف الثمار بتاعته، فشغله بستانه في صلاته. خلص الصلاة قال لي يا ويلي فتنت في مالي، والله فتنت، ده أنا مالي ده شغلني. فراح لرسول الله قال أشهدك يا رسول الله أن بيرحاء صدقة لله، مش عايزه، ده بقى بيشغلني في صلاتي، أنا مش عايز البستان ده كله. شفت الصحابة كانوا إزاي أقوياء؟ تعرف أنت تعملها؟ ده أنت لو اتشغلت في شرابك ما تقلعوش تديه لغيرك، هو تمنه جنيه ونص ومقطوع، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى احنا مختلفين عن الصحابة، خد بالك احنا مختلفين تماما، مختلفين تماما بطريقة عجيبة. عشان كده الصحابي من دول كان يرفع ايده قبل ما ينزلها ربنا يستجيب له، انما احنا نرفع وننزل ونرفع وننزل وسنة واتنين وربك مأجل مأجل عشان ما نستاهلش العناية، لان احنا لم نعتني بالشرع الشريف العناية الكافية فما نستاهلش العناية، ادي المسألة. لكن ربنا يسلمنا بمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة أو نقش، لأنه ربما شغله عن صلاته. وأن يصلي الرجل متلثما، مكروه برضو أن يصلي الرجل ملثم، يعني مغطي وشه زي الخط كده بتاع الصعيد، شفت الخط بتاع الصعيد كان يطلع الناس كده ومغطي وشه علشان ما يشوفوش ويسرق ويعمل، يسموه ملثم، فهمت؟ يبقى ده مكروه ان الانسان يصلي ملثم. ساعات في البرد الشديد الواحد يضطر يعمل كده، مش كده؟ يبقى ملفف وشه كده وبتاع، محبش نفسه عشان الدنيا برد، يقوم ساعتها ساعة الصلاة يروح منزلها تحت دقنه، لأنه يكره أن يصلي ملثما. لكن هو فضل مصلي كده صلاته صحيحة، لكن مع الكراهة، فهمت بقى المسألة؟ بس أهم حاجة يبين جبهته، يبين جبهته عشان يسجد عليه، لأنه عند الشافعية لو سجد على عمامته أو على متحرك بحركته فصلاته باطلة. كويس؟ يعني إيه متحرك بحركته؟ يعني زي الكرافتة جت كده وراح سجد عليها وقام. الكرافتة دي متحركة بحركته، يعني لما بيقف بتقف معاه تبعد وأما ينزل تقرب. لكن لو كانت عمامة طويلة أفغاني، شفت العمامات الأفغاني؟ طويلة أوي كده 3-4 متر، يبقى لابسها وفارشها بيصلي عليها كمان من كتر ما هي طويلة، ولما يقف وينزل ما تتحركش، يبقى لا يضر الصلاة عليه لأنها لا تتحرك بحركته. واضح؟ يبقى الإنسان يجب عليه في الصلاة بس إن جبهته أو جزء من الجبهة بس يلمس، جزء ولو سنتي يلمس الأرض، لكن لو كلها كده ما محجوبة تماما يبقى هنا يضر على مذهبنا ولا يضر على مذاهب أخرى، مذهبنا احنا شافعية، فهمت؟ خد بالك وما تزعلش الإمام الشافعي وانت جنبه. أيوة. لا، الأنف دي يستحب ان يبقى الأنف والجبهة خط واحد كده، يستحب، لكن لو رفع أنفه عن الأرض يبقى سجوده صحيح ولكن ايه لم يكن يعني كامل، كمال السجود ان يبقى الأنف والجبهة، لكن أدنى ما يجب في السجود بالنسبة للوجه إن جبهته تلمس، لكن افرض يلمس بأنفه بدون جبهة ما ينفعش، لأن الجبهة هي الأصل، الجبهة هي الأصل. ويكره أن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة، وبرضه يكره إن المرأة تصلي وهي بالنقاب يعني مغطية وجهها، إلا لو كانت في حضرة رجالة ورجالة قاعدين يبصوا لها يبقى تصلي منتقبة لزوال كراهة أي حرمة النظر إليها، فهمت ازاي؟ ساعتها مضطرة، لكن هي بتصلي في مكان الحريم والحريم معزول عن مكان الرجال فيكره انها تصلي بالنقاب، تروح رفع النقاب وتصلي، خدت بالك؟ مهمة الحاجات دي برضه. والمرأة منتقبة يعني يكره أن تصلي إلا أن تكون بحضرة أجنبي لا يحترز عن نظره لها فلا يجوز لها رفع النقاب، لكن افرض في حضرة أجنبي لكن الراجل ده ما بيبصش ناحية الستات أو نظره ضعيف أو قاعد مديهم ظهره ومشغول في قراءة شيء أو حاجة من دي، خلاص ما يضرش بقى، يبقى ساعتها برضه تزيل النقاب وقت صلاته. ستر لون العورة، خد بالك بقى إن العورة التي يجب سترها في الصلاة يجب أن تستر لونا، واخد بالك؟ يجب أن يكون الثوب لا يشف،
وأن يكون ساترا، ساتر ولا يشف، فهم؟ لكن أمام الرجال أو أمام الأجانب يجب أننا نضيف إضافة ثالثة ألا يصف، ما يبقاش محزق يعني بلغة المصريين، أو يسموه بادي بلغة العيال من الدلاعين، أو ستريتش بلغة الأجانب. يبقى ده الكلام ده إمتى؟ أمام الأجانب. يبقى العورة يجب أنها تستر أمام الأجانب في غير الصلاة بثلاث شروط: ألا يصف، ألا يشف، ألا يكشف. لأنه ممكن يبقى لا يشف لكن بيكشف، يعني معمول فيه فتحة، معمول فيه سيور فبيكشف، مش كده برضو؟ يبقى يجب أنه يبقى ألا يكشف يعني ساتر، وألا يصف يعني ما يبقاش استريتش، وألا يشف يعني ما يبقاش لونه شفاف كده مبين لون العورة تحت، لون الجلد، تقول آه ده الجدع ده أسمراني، لا ده الجدع ده أبيضاني، لا الجدع ده أحمراني، لا ما ينفعش. طالما إيه لابس حاجة شفافة كده ما ينفعش يصلي بيها، فهمت؟ طب ساعات الجلاليب البيضة مع الضوء كده تبين، لكن بتبين الجسم العورة لكن ما بتبينش لون البشرة، ينفع يصلي بيها؟ ينفع يصلي بيها لأن ما بينتش لون البشرة. يبقى احنا في الصلاة عايزين نغطي لون البشرة، نغطي لون البشرة وألا نكشفها، لكن لا يضر انه يصف. يعني لو صليت ببنطلون استريتش، او المرأة صلت ببنطلون استريتش وبلوزة استريتش ومغطية عورتها، بس مش في حضرة الرجال، في حجرة نومها، في مخدعها، صلاتها صحيحة. كويس؟ لأن المطلوب الستر. هو ده لما الدكتور علي جمعة كان بيشرح في الأزهر الدرس ده، كان في واحد صحفي قاعد، فقام واحد سأل الدكتور علي، قال له يعني يا دكتور علي ينفع حتى ولو ببدلة الباليه تصلي المرأة بيها؟ قال آه طالما في غير حضرة الرجال. فهمت ازاي؟ ده كلام الدكتور علي بالظبط، الحوار تم كده. يجي الصحفي ثاني يوم يقول لك المفتي يقول ان المراه تصلي ببدله البليه. شوف بقى التشويه. هو ما قالش كده، ده هو بيشرح. فهمت؟ ده بيشرح المساله شرح. يبقى لون العوره، قدر الشارح لون ليفيد الاكتفاء بما يمنع اللون دون الجرم كالسراويل الضيقه لكنه يكره. بس يبقى لو صلى في بادي، في استريتش، في حاجة ملزقة محزقة، صلاته صحيحة مع الكراهة. واضح؟ سهلة؟ طيب. هو أصل ستر العورة لا يتم إلا بالطريقة دي لغة. أنا دلوقتي أجيب لك مثلا 300 و500 مذهب صعبة، ما أعرفش أحصر لك كل مذاهب المسلمين لأن مذاهبهم كتيرة أوي. احنا دلوقتي بندرس مذهب الشافعيه، فخلينا فيه عشان ما نلخبطش نفسنا. لكن لو بحثت هتجد بقى ناس طبعا يقول لك ان يجب سترها بشيء غير ضيق كمان. يمكن تجد ناس، لن تعدم واحد هيقول كده. لن تعدم، لان مذاهب المسلمين كتير قوي، اراء كثيره في الموضوع. عند القدره يبقى لازم يستر عورته بثوب لا يكشف ولا يصف، لا يكشف ولا يشف، لا يكشف ولا يشف. عند القدرة ظرف لستر، فلا يجب إلا على القادر ولو كان الشخص خاليا في ظلمة. يعني لازم يستر عورته ولو بيصلي في ظلمة لوحده. واضح؟ بيصلي في ظلمة ولوحده يبقى برضه يستر عورته. غاية في وجوب الستر، وجعل الشارح الغاية ما إذا كان خاليا في ظلمة، وبالأولى ما إذا كان خاليا فقط أو في ظلمة فقط. فهمت؟ يعني افرض خاليا وفي غير ظلمة في النهار يبقى برضو من باب أول. طب افرض في ظلمة فقط وفي وجود ناس مش شايفينه برضو يغطي. فهمت ازاي؟ فهو قال لك خاليا في ظلمة، يعني جاب لك الاثنين دول مش معناه لو كان خاليا فقط ينفع أو في ظلمة فقط ينفع. لا، يعني برضو لو كان خاليا فقط أو في ظلمة فقط. فإن عجز عن سترها صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود. قلت لك المثال العصري بتاعنا الوقتي
اللي هم خلوه في سجن ابو غريب في العراق، راجل عراقي مسلم محترم طول عمره بيصلي، فجأة قوات المارينز المفتريين هداهم الله، دخلوا بيته خدوه من وسط بيته وعياله رموه في سجن ابو غريب. اول حاجة بيعملوها في سجن ابو غريب يولعوا ملط ويسيبوه من باب الاذلال، من باب الاذلال ويسيبوه في الزنزانة كده. وده راجل عمره ما ترك فرض، والاذان ورا الاذان، وهيسيبوه كده بقى شهور، الله اعلم هيطلعوه امتى. يبقى المساله هنا ممكن تقابل مسلم، مش كده برضه؟ ممكن. وكان في بعض سجون مصر ايام عبد الناصر بيحصل كده، يعتقلوا برضه بعض الناس ويرموهم في السجون كده، ومن باب اذلالهم يقلعهم، من باب الاذلال. يبقى قابل مثلا على استاذ في الجامعه ولا راجل قاضي ولا حاجه محترمه عايز يذله، يروح مقلعه، قال يعني علشان ايه؟ من باب الاذلال. يعمل ايه الراجل ده اللي عمره ما فاته فرض وعايز يصلي؟ عجز عن ستر العورة، يصلي على حاله. طب ولو صلى على حاله يومئ زي الإمام أبو حنيفة ما قال، عشان لما يسجد هتبقى العورة تتكشف قوي، هتبقى يعني فاحشة قوي، مش كده برضو؟ ولا يصلي كامل صلاة كاملة لأنه عاجز؟ الإمام أبو حنيفة قال يومئ، الشافعي قال له لا يصلي صلاة كاملة لأنه عاجز. هيعمل ايه؟ هو عاجز عن ستر العورة لكن مش عاجز عن السجود والركوع، والرسول بيقول فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم، يبقى يصلي صلاة كاملة ولا إعادة عليه. سهلة؟ يبقى ده فقه إيه؟ سجن أبو غريب، يفيد في هذا الزمان للعراقيين، ربنا يسترهم ويفرج الكرب عن المسلمين في كل مكان. من السرة للركبة، ودخل السرة والركبة لا للذكر، والمرأة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين. احنا كنا قرأناه قبل ما تيجي بلحظة، فاحنا هنا بنقرأ في التفاصيل. فبيقول هنا ايه؟ فإن عجز مقابل لقوله عند القدرة، مش هو قالك ستر لون العورة عند القدرة يبقى يقابلها ايه؟ يعجز عن سترها. يعمل ايه؟ أول حاجة تخطر في بالك، ما هو طالما قالك عند القدرة يبقى ممكن يخطر في بالك، طب عند العجز فقير دقة ما عندوش أي حاجة وقاعد في بيته والصلاة ورا الصلاة، مش لاقي يستر عورته بحاجة خالص، يلتحي في السماء ويفترش الغبراء، يعمل ايه ده؟ كويس، صحيح الحاجات دي نادرة الوقوع لكن صارت بتقع، صحيح نادرة لكن بتقع عند بعض الناس. مقابل لقولي عند القدرة وصورة العجز، في ثلاث صور للعجز، ثلاث صور للعجز هيقولهم لك. ألا يجد ما يستر به عورته أصلا، تكتب جنبها سجن أبو غريب عشان تبقى مثال يعني واضح في ذهنك. طيب افرض هو ما حلتوش إلا ثوب واحد بيستر عورته، وجاء ابنه راح بال عليه وقاعدين في حتة ما فيش مية، فصار الثوب متنجسا، ما هو برضه مش هيعرف يستر عورته بيه، مش كده؟ يبقى أو كان الثوب متنجسا ولا يملك غيره ولا يستطيع تطهيره لفقدان الماء، ده صورة تانية. أو وجده متنجسا ولم يقدر على ماء يطهره به، أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب يفترشه، حبسوه في سجن أبو غريب بهدومه المرة دي، طلعوا عيال مارينز عندهم شهامة وكانت الدنيا برد، سابوه بهدومه بس حطوه في زنزانة كانوا ساجنين فيها ناس قبل كده بيتبولوا ويتغوطوا على الأرض، فلقى نفسه قاعد في حتة كلها نجاسة وما عندوش إلا ثوبه بس، هو لو افترشه على النجاسة عشان يبقى في حائل بينه وبين النجاسة، لو فرض إن النجاسة دي يعني ناشفة مش مبلولة، لأن لو مبلولة وافترشه هتتبل، هو بيفترش إنها نجاسة وجفت، يبقى ساعتها يخلع ثوبه يفترشه ويصلي على عاري علشان يبقى بيصلي على مكان طهر، فهمت؟ يبقى دي ثلاث صور الفقهاء وضعوها، ولكن ممكن انت تقعد تتصور صور كتيرة بقى الله أعلم، لكن المهم تعرف الحكم. أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب يفرشه على النجاسة فيصلي عاريا في هذه الصور الثلاث ولا إعادة عليه، ما يعيدش الأيام دي، ولا يلزمه قبول هبة الثوب للمنة على الأصح،
طب افرض مسجون معاه، واد مسجون معاه كده، قال له بقول لك ايه، افرز ثوبك ووقت الصلاه خد الهدوم بتاعتي دي البسها وقت الصلاه وبداني تاني. يقول لك لا يلزمه القبول. ليه؟ لانه ممكن يقعد يذله طول عمره، يقول له فاكر اما كنت عريان وانا بسترك بثوبي، يقوم يكسر عينه يعني. يبقى لا يجب قبول الهبه لعظم المنه، لعظم المنه هيكسر انفه، لان كرامه المسلم اولى. فهمت ازاي؟ بدل عظم المنه. لكن لو اعاره او اجره له بالفلوس وهو معاه فلوس يجب القبول. ليه؟ لان المنه في الاعاره قليله، لان زي ما هسلفك اسلفك. فهمت ازاي؟ لو اداهوله ايجار يعني. زي برضو نفس القصة، لو انت في الصحراء ومعكش جردل تجيب مية من البير، وبعدين لقيت المية بعيدة ومحتاجة جردل وحبل، وانت لا معك حبل ولا جردل، لقيت واحد قال لك خد يا عم الحبل والجردل كده هبة كده، طلع مية توضى، لا يجب القبول. تتيمم وما تقبلش، لا يجب، لا يجب. لكن يستحب القبول لو اردت، لو قبلت ما يجراش حاجة، لكن لا يجب، مش تقسم، لا لا يجب. لكن لو قال لك خده والجردل بجنيه، مجرد تطلع بيه الميه كده ادفع جنيه، خلاص يجب عليك قبوله طالما عندك المال. فهمت بقى المساله؟ ولا يلزمه قبول هبه الثوب للمنه على الاصح، في وجه مقابل الاصح يلزمه، في قول مقابل الاصح يلزمه قبول الهبه بغض النظر عن المنه، ده الوجه المقابل للاصح. وفي وجه الاصح اللي عليه الفتوى لا يلزمه قبول. واضح؟ ويلزمه قبول عاريته لضعف المنه، العاريه الاعاره. اصل الهبه يعني ايه؟ يعني يديك الثوب خالص، يدي لك الثوب خالص، يقول لك خده خالص ليك، دي الهبه، يبقى لا يلزمه قبول. لكن العارية يقول لك خده شوية صلي وادهوني تاني، دي اسمها عارية، يبقى دي المنة فيها ضعيفة، يبقى يلزمه قبولها. يبقى العارية ان يدهولك وتدهوله تاني، لكن الهبة يدهولك ملك كلي. ويلزمه قبول عاريته لضعف المنة، فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على الستر. هو قال لك هعيرهولك وقت الصلاة وهديهولك اخده منك تاني، انت تقول له لا، تبقى لو صليت عريان تبقى بطل، لان عندك وسيله لستر عورتك. لكن قال لك خده ليك خالص، قلت له لا انا اخده اصلي فيه واديه لك، يقول لك لا يا تاخده ليك خالص يا بلاش، قول له خلاص بلاش. فهمت ازاي؟ واضحه؟ بل يجب عليه سؤال الاعاره ممن ظن منه الرضا بها. بل بيقول لك انه يجب قبل ما يفكر يصرع عريان في الصوره دي ان يتفقد الناس، ولو لقى واحد متوسمه كده طيب يقول له ممكن تعرني ثوبك بس استر عورتي لحد ما اصلي، اللي يتوسم في الخير يعني، يبقى يجب ان هو يعمل كده. ويحرم عليه اخذ ثوب غيره منه قهرا، لكن تصح الصلاه مع الحرم. هو لقى واحد قاعد معاه في الزنزانه ضعيف البنيه كده وتعبان وبتاع وهو فتوه، قال له ممكن تديني لو سمحت الثوب بس استر عورتي، قال له لا، قال له شيخ تلهي كده، وراح زقه وراح واخد الثوب ستر عورته وصلى، خده منه قهرا بالغلبه كده يحرم، وصلاته صحت. لكن مع الحرمه، زي اللي يتوضا بماء مغصوب صلاته صحيحه ووضوءه صحيح، لكن مع الحرمه، زي اللي بيصلي في مكان مغصوب. فهمت ازاي؟ تبقى صلاته صحيحه بس مع الحرمه. فهمت الصور دي كلها؟ لا، اذا تلبست بالحرمه تبقى صحيحه تسقط الفرضيه، لكن لا ثواب عليه، لكن تسقط الفرضيه، ما نقولوش عيدها. عند الامام احمد بن حنبل يقولوا عيدها كمان بطله، ده الامام احمد بن حنبل. لكن الشافعيه قالوا انها صحيحه مع الحرمه. ما احنا قلنا احنا شافعيه بقى، مش كل حاجه تقول لي مش عارف فلان وعلان، تعلم المذهب الشافعي عشان تركز وتنتج في حياتك، انما هتتعلم كل المذاهب في وقت واحد مش هتخلص ومش هتنجز. انا قصدي احنا الفرضه قلناها باطله. لا احنا فعلوا باطله برضو؟ خلاص العهد على الراوي. ولا يلزمه قطع، بيقول لك ولو لم يجد الرجل الا ثوب حرير
الله بيجيب لك مسائل كتيرة وحلوة. أنا ما عنديش إلا ثوب الحرير بتاع مراتي، أو كنت جايب حتة قماشة حرير أخدها هدية هوديها لمراتي، فشايلها معايا تحت باطي كده حدولها، لأن لا يجوز إن أنا ألبس الحرير. فراحوا قبضوا عليه في الطريق ودخلوه المعتقل وقلعوا هدومه وسابوا اللفة دي معاه، فأصبح معاه ثوب حرير يستر بيه عورته ده، والحرير حرام على الرجال يلبسوه، فاهم؟ فبيقول لك هنا: ولو لم يجد الرجل إلا ثوب حرير لازمه الستر به، ولا يلزمه قطع ما زاد على ستر العورة عشان ما يضيعش ماليته، ويقدم على المتنجس، يقدم ثوب الحرير الطاهر على الثوب المتنجس، فهم؟ في الصلاة، ويقدم المتنجس عليه في غيرها. وقت ما يجي ينام يتغطى بالثوب المتنجس، وقت ما يجي يصلي يستر نفسه بالثوب الحرير، فهم؟ الطاهر. يبقى يصلي عاريا، ما احنا قلنا السور شايلين دي اول سورة او تاني سورة. مما ويقدم المتنجس عليه في غيرها، اي في غير الصلاة، مما لا يحتاج الى طهارة الثوب. ولو وجد نحو الطين كالحشيش لم يصلي في الحرير. افرض هو حابسينه في حتة لكن في اي حاجة يقدر يلون بها بشرته، في رمل كده ممكن يلزقه على بشرته بحيث يغطي يستر نفسه، او طين او حشيش، حشيش يلفه كده زي النجيلة. ما النجيلة انت ممكن تقطعها تبقى زي القماشة، مش بتجيلك كده ملفوفة كده؟ فيبقى الاولى هنا يستعمل الحشيش والطين يستر بيه عورته بدل ما يستر عورته بالحرير. ولو وجد نحو الطين كالحشيش لم يصلي في الحرير. نعم، إن أخل بمروءته جاز له الصلاة في الحرير مع وجوده. بيقول لك إن أخل بمروءته، طلع الراجل ده كان قاضي، راجل محترم، إمام مسجد، كان عالم كبير، وسجنوه في المنظر ده أو وقف الموقف ده. لو لف نفسه وطين نفسه كده وقف يصلي بالطين، الناس هتقول شوف فضيلة الشيخ فول مولانا، هتخل بمروءته، وهو ما عندوش إلا حرير أو الطين. يقول لك لا، يغطي نفسه بالحرير وقت الصلاة، إن أخل بمروءته، خد بالك، مراعاة لهذا. أما إذا لم يجد إلا نحو الطين ولم يخل بمروءته، وكان يخل بمروءته، فإنه يجب عليه الستر. ما عندوش بقى هنا الأولاني، عنده حرير وطين، يبقى يختار الطين، إلا إن أخل بمروءته له أن يختار الحرير. الصورة الثانية ما عندوش إلا الطين، يبقى يجب بقى أنه يطين عورته، يطين عورته يعني يستر لون عورته، فإنه يجب عليه الستر به كما استظهره الشبرمي اللسي على الرمل. قال: وفي هذه الحالة لا يعد مخلا بمروءته، فإن وجد من الستر ما يكفي قبله ودبره تعين سترهما للاتفاق على أنهما عورة ولأنهما أفحش من غيرهما. هو موجود في الحتة دي ما عندوش إلا منديل بس، منديل ده يقوم المنديل يروح ساتر بالقبل والدبر، يعمله زي حفاظة المرأة كده ويصلي بقى على الحالة دي. ليه؟ لأن القبل والدبر أفحش من غيرها في العورة، يبقى يبتدي، وخصوصا إنها مجمع على كونها عورة، فهمت إزاي؟ مغلظة يعني، لأن عند الملكية العورة قسموها مغلظة ومخففة، فقالوا إن المغلظة إن ظهرت في الصلاة بطلت، والمخففة إن ظهرت في الصلاة حرمت وتصح. واضح؟ الأذان. مين اللي هيأذن؟ يلا خليك يا أبو وهب أحمد هيأذن. بعد الأذان إحنا عادتنا بنقعد تلت ساعة ونقيم الصلاة، فهنقعدها نخلص بيها جزء ونقيم الصلاة، تلت ساعة فقط بالدقيقة إن شاء الله. الله أكبر، 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 الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. رحت جبت. أشهد أن لا أن سيدنا محمد رسول الله. أنا قال لي في العربية الفولكس. في عربية محمد. والله وخدناها احنا منه لسيدنا. أشهد أن والله سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. يبقى احنا بنقول لو وجد قطعة ثوب يغطي بها القبل والدبر فقط وجب تغطيتهما. كويس؟ لأنهم أفحش من غيرهم، هو يصلي على حاله. طب لو وجد قطعة لا تغطي إلا القبل أو الدبر، قطعة صغيرة خالص، يقدم إيه؟ يقدم القبل لأنه مواجه للقبلة، مش كده برضو؟ فإن لم يجد إلا ما يكفي أحدهما يعني القبل أو الدبر قدم قبله وجوبا، يعني يجب، مش مسألة فيها اختيار، ده يجب أنه هو يغطي القبل لأنه متوجه به للقبلة أو بدلها أو متوجه لغير القبلة، كما لو صلى صوب مقصده في نافلة السفر إلى غير قبلة يبقى برضو يغطي قبله. ولأن الدبر مستتر غالبا بالإليين، مش كده برضو؟ كلام واضح هو. ويستر الخنثى. طب الخنثى اللي هو لا بين انه ذكر ولا أنثى، عنده الحاجتين، يعمل ايه؟ يستر الخنثى قبليه لأنه عنده قبل الأنثى وقبل الذكر، في بني آدم واحد يسموه خنثى، قال لك يستر قبليه. فإن كفى لأحدهما فقد تخير. فقط، مش كده؟ هاد نصلح، انا كده عندي فقط خلاص. فإن كفى لأحدهما فقط تخير، والأولى أن يستر آلة الرجال إن كان بحضرة. وينفع فقط، ينفع الاثنين، المعنى صح، واخد بالك؟ ينفع في الحالتين، مش هتغير المعنى. فإن كفى لأحدهما فقط أو فقد تخير، يبقى عندنا اختيار، يتخير على أي أساس؟ إن كان في حضرة النساء يغطي آلة الذكور، وإن كان في حضرة الذكور يغطي آلة النساء، سهلة. طيب إذا كان في حضرة رجالة وستات يبقى إيه؟ يستويان، يغطي اللي يغطيه بقى ويريح، فاهم؟ كل دي بيدي لك كل الصور يعني.
او بحضرة خنثى مثله يبقى برضو يتخير، ما تفرقش. فبيقول ستر العورة، فبيتكلم فإن عجز عن سترها أي العورة، والجار والمجرور متعلق بقوله عجز، صلى عاريا أي ولا إعادة عليه كما سيذكره الشارح وقد مر. ويكون ستر العورة، ويكون ستر العورة بلباس طاهر، قدر الشارح ذلك أيضا إيضاحا للمعنى، وإلا فقول المصنف بلباس متعلق بستر في كلامه لا بمحذوف كما قد يتوهم من صنيع الشارح. بس هو للشارح زودها علشان قطع العلاقة بينهم بجملة اعتراضية طويلة، فأراد أن يقدر ده علشان يفكرك يعني، فهمت؟ هذه المسألة. بلباس طاهر هو شامل لكل جرم طاهر يمنع إدراك لون البشرة بخلاف لون نحو الحناء، ومهلهل النسج. مهلهل النسج يعني المقطع المخرم، ده برضه ما ينفعش لأنه بيبين. ودخل في ذلك نحو الطين لأنه بيغطي اللون، والماء الكدر يعني يقف في المية الكدرة ويصلي، واخد بالك؟ يقف لحد ما تبقى المية واصلة لحد سرته وينوي، يقرأ الفتح ويصلي، يجي وقت الركوع يروح طالع من المية على الشط، يركع ويسجد، يخلص يرجع تاني يقف. إذا كان في ماء كدر يعني ما يبينش اللون، كل دي صور. والماء الكدر أو الصافي المتراكم، أو لو كان الماء صافي لكن متراكم بحيث برضه ما يقف ما يبينوش. هو ليه ضرورة؟ الراجل مش لاقي حاجة يلبسها، أنت ما عندكش قلب، ده الواحد قلبه اتقطع. للضرورة. هو أنت ما عندكش قلب، الراجل يعني هيقطع نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخ خليك كده يعني عندك شفقة بخلق الله. أو الصافي المتراكم عليه خضرة، يعني عليه طحالب كده وورد النيل، بحيث إن إيه أما يقف ما يبينش. كويس، يبقى يعمل كده. ولو هيجي له بالهرسيا لا، لان الضرر يزال، نقول له لا لا يجي له بالهرسيا بلاش، صلي على الشط. فهمت بقى المساله؟ بحيث يمنع الرؤيه. ثم ان قدر على الركوع والسجود فيه بلا مشقه وجب عليه. افرض راجل نفسه طويل ما يهموش، ياخد نفس ويروح راكع، مش شرط بقى يقول سبحان ربي الاعلى لان التسبيح ده سنه، لكن الركوع ركن، فينزل لحد قبل ما يتخنق يروح رافع يقول سمع الله ولمن حمد بلا مشقه. لكن افرض واحد نفسه مكروش هيغطس مش هيقب تاني، يبقى ده بقى يطلع. فهمت ازاي؟ كل دي علشان بيبين لك ازاي الصلاه مهمه، ازاي ما فيش حاجه اسمها في الحاله دي يا عم ما تصليش ولا يهمك لما ربنا يزيل الكرب. الناس دلوقتي لو جاله شويه صداع يبطل صلاه اسبوع لانه مش فاهم قيمه الصلاه، لكن لما بتقرا الحاجات دي بتعرف قد ايه اهميه الصلاه مهمه. لو مرهق شويه كده يقول بكره ابقى اصلي، ازاي بقى؟ ده الراجل هو مش لاقي حاجه وقال له صلي، وقال له لو نفسك طويل اركع واسجد في الميه، يشتغل غطاس. ده دليل ان الصلاه دي حاجه مهمه. اللي ربنا خلى المقاتل وهو بيقاتل ويبارز يصلي وقت المبارزه اللي هي شدة الخوف، يعني ما عافهوش في أي لحظة، ولو كان مريض مش قادر يصلي وهو راقد أو على جنبي أو برقبته أو يومئ بعينه أو مش قادر أي حركة، فقد كل الحركة حتى في جفنه، يقوم يجري حركات الصلاة على قلبه. الله، يبقى الصلاة دي حاجة كبيرة قوي. كل ده بيخلي الإنسان لما يقرأ الحاجات دي يفهم إن الصلاة دي حاجة مهمة جدا، يقوم لا يخطرش في باله يتركها. ثم إن قدر على الركوع والسجود فيه يعني في الماء بلا مشقة وجب عليه ذلك، أو على الخروج إلى الشط عند الركوع والسجود بلا مشقة من غير أفعال مبطلة وجب عليه ذلك. وإن شق عليه كل منهما تخير بين أن يصلي عاريا على الشط صلاة كاملة ولا إعادة عليه،
وأن يقف في الماء وعند الركوع والسجود يخرج إلى الشط من غير أفعال مبطلة، كما في حشية ابن قاسم على المنهج ووافقه الرملي. فقول المحشي وإذا صلى في الماء جاز له الخروج إلى الشط ليسجد فيه وإن لم يشق عليه السجود في الماء ضعيف، ولو استتر بجب أو حفرة. مش لاقي حاجة بقى يستر نفسه، لا مية ولا غيره، لكن لقى حفرة أما ينزل فيها تجيله لحد سرته. حلوة دي، يبقى حلوة برضو كويس. أو وقف في برميل زي كده، إيه، واحد وقف في البرميل أو في البستل ويكون طويل شوية، يبقى كده ستر نفسه برضو معقول. ما هو برضو يطلع منه خلاص، ما هيقول لك اهو، هيقول ولو استتر بجب او حفره ضيق الراس بحيث يستران الواقف فيهما كفى، بشرط يبقوا ضيقي ايه الراس، لان احنا عايزين الستر يبقى من فوق والجوانب، فهم؟ انما لو حاجه واسعه، طب ما هو برضه واقف فيها زي بره شايفه، تقول له لا لسه شايفك، زي اللي بيلعبوا استغمايه، يبقى ما استترش نفسه، فهمت؟ يبقى لازم يبقى ضيق الراس بحيث يستران الواقف فيما كفى، بل يجب عند فقد غيره، بخلاف نحو خيمة ضيقة إلا إن خرقها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة به فإنه يكفي الستر بها حينئذ. ويجب سترها لو كان طبعا في الجب ده يبقى هيصلي، ولو تعذر سجوده وركوعه لو قدر يخرج منه وقت الركوع والسجود بغير حركة زائدة يخرج، وإلا يومئ. واضح؟ بغير حركة زائدة يعني إيه؟ يعني شيلوني وارفعوني ويقعد يكافح ويطلع ويقع ويطلع، يبقى ملاش لازم، لكن بيطلع بسهولة يبقى إيه؟ يبقى أول ما قدرش يبقى خلاص. ويجب سترها أي العورة، لا بقيد كونها عورة الصلاة كما هو ظاهر، ولا يخفى أن ذكر ذلك استطراد لمناسبة ستر العورة في الجملة. وقوله أيضا أي كما يجب سترها في الصلاة يجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة، يبقى ده استطراد بقى، كأنه خرج عن موضوع الصلاة دخل في موضوع تاني استطرادا. أي الذين يحرم عليهم النظر إليه، وإن لزمهم غض أبصارهم فلزوم الغض لا يجوز الكشف، وأما الغض بالفعل فيجوزه بخلاف من يجوز له النظر إليه كزوجته. بخلاف إيه؟ يعني المرأة أمام زوجها لا يجب عليها ستر عورتها خلاص، لأن يجوز النظر إليه. أدي معنى الكلام. وفي الخلوة أي ولو في الظلمة، يعني حتى لو قاعد لوحده في ظلمة يجب عليه أن يستر عورته، لأن الله أحق أن يستحي منه. أي ولو في الظلمة، فإن قيل ما فائدة الستر في الخلوة لا سيما في الظلمة مع أنه لا يراه فيها أحد إلا الله وهو لا يحجبه شيء، أجيب بأن الله أحق أن يستحي منه وهو يرى عبده المستتر متأدبا دون غيره، كما في شرح الخطيب على المنهاج، إلا لحاجة راجع للخلوة كما يدل عليه ما بعده وهو قول من اغتسال ونحوه، ويحتمل رجوع للناس أيضا فيشمل ما لو احتاج إلى كشف عورته للاستنجاء بحضرة الناس فإنه يجوز له، بل يجب عليه إن خاف خروج الوقت، بخلاف ما لو خاف فوت أوله أو فوت الجماعة أو الجمعة فيكون ذلك عذرا فيها. وبرضو يتحط هنا الكشف عند الطبيب، يجوز كشف العورة عند الطبيب لضرورة العلاج، مش كده برضو؟ يبقى له أن يكشف عند الطبيب. ها؟ وكذا المرأة يجوز أنها تكشف عند الطبيب للعلاج، إذا كان طبعا طبيب يستأمن على عورة الناس. من اغتسال، يعني هنا أمثلة للضرورة، يعني بيان للحاجة. وقول ونحو أي كالتبرد وصيانة الثوب من الأدناس، ولذلك قال في الذخائر يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض ولو الدنيا حر، طالما خالي واخد بالك والدنيا حر ممكن يجوز بقى، طالما فيه
يعني حاجة ولو أدنى حاجة. قال الشبرملسي: وليس من ذلك حالة الجماع، لأن السنة في أن يكون مستترين، ورده تلميذه الرشيدي وجعل حالة الجماع أيضا من الحاجة. وأما سترها عن نفسه فلا يجب، أي بل يجوز له أن ينظر إليها من طوقه مثلا مع كونه ساترا، فلا ينافي ما تقدم من وجوب سترها في الخلوة، لكنه يكره استدراك على قول فلا يجب، ومحل الكراهة إذا كان لغير حاجة، أما لها فلا كراهة. يعني مكروه أن الإنسان ينظر حتى لعورة نفسه بلا حاجة، لكن بينظر لعورة نفسه مثلا بيزيل شعر عانته، يبقى هنا في حاجة، إنما بلا حاجة ملهاش لازم. الدكتور قال له لاحظ لون البول، يبقى هنا هيبص البول وهو نازل علشان يقول للدكتور ده لونه مصفر، ده محمر، ده بينزل دم كده، يبقى يجوز مثل هذه الأشياء إذا كانت لحاجة. وعورة الذكر، هيتكلم على حدود العورة، وفي نسخة وعورة الرجل وهو بمعنى الذكر. طبعا الرجل هو الذكر طبعا، ولا عندكم انتوا حاجة تانية؟ طيب، يبقى عورة الرجل وعورة الذكر، مش كده برضو؟ وهو بمعنى الذكر كما في النسخة الأولى، والمراد الذكر الواضح. أما الخنثى فهو كالمرأة، فيجب عليه ستر ما عدا الوجه والكفين احتياطا. الخنثى فيها الذكورة والأنوثة، يبقى احنا نعتبرها أنثى احتياطا، ولا استري كل بدنك ما عدا الوجه والكفين. فهمت ازاي؟ ده احتياطا. فإن اقتصر على ستر ما بين سرتي وركبتي لم تصح صلاته على الأصح، وصحح في التحقيق الصحة واعتمد الرمل الأول، وجمع الخطيب بين القولين فحمل الأول على ما إذا دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك فإنه لا تصح صلاة حينئذ للشك في الانعقاد والأصل عدمه، وحمل الثاني اللي هو الصحة على ما إذا دخل مستورا كالمرأة ثم ترأى كشف شيء مما عدا ما بين السرة والركبة فإنه حينئذ لا يضر، للجزم بالاعتقاد والشك في البطلان. للجزم بالانعقاد والشك في البطلان، لأنه ربما يطلع راجل، فهمت ازاي؟ فاحنا شاكين في البطلان. ها؟ فإنه حينئذ لا يضر، للجزم بالانعقاد والشك في البطلان. يعني بدأ الصلاة بتاعته الخنثى ده ساتر كل بدن وعن الوجه والكفين، فيبقى انعقدت يقينا، كويس؟ وفي أثناء الصلاة جاء ريح فكشف ساقه تحت الركبة أو كشف ذراعه، يبقى هنا نقول له ان احنا هنا نجزم بالانعقاد ولا ونشك في ايه في بطلانها، لان احنا مش متاكدين انه امراه، وعلشان كده نقول انها لا تبطل في الصوره دي. فهم؟ ايوه صح. فانه حينئذ لا يضر، للجزم بالانعقاد والشك في البطلان والاصل عدمه، يعني عدم البطلان. قال: وهذا فتوح من العزيز الرحيم، فتح الله على من تلقاه بقلب سليم، وقد تلقيناه بقلب سليم ليشملنا دعاء الشيخ، فإنه كان مجاب الدعوة. ده الشيخ الخطيب، يعني الشيخ الخطيب الشربيني ده من شربين مصري، كان شيخ الأزهر، هو اللي ربنا فتح عليه بالحتة دي في مسألة الخنثى دي، فبيقول هو ربنا فتح عليه، واخد بالك زي فيها، فقال انها لو بدأ صلاته ساتر كل جسمه انعقد بالإجماع، فانكشف جزء من عورته عدا الركبة للسرة في أثناء الصلاة شكينا في البطلان فتصير على الصح، فانبسط قوي اللي قال ان ده ربنا فتح علي فيه، الحمد لله. فهمت ازاي؟ لمن تلقاه ودعا، فتح الله على من تلقاه بقلب سليم، فبيقول احنا كمان تلقيناه بقلب سليم وكان دعاء الشيخ مستجاب، فالحمد لله على هذا. ما بين، أي شيء بين أو الذي بين، فما نكر موصوف أو اسم موصول، وهذه عورة الرجل في الصلاة، وكذا عند الرجال وعند النساء المحارم. وأما عورته عند النساء الأجنبيات فجميع بدنه، يعني الرجل لما يقعد مع النساء الأجنبيات جميع بدنه عورة، ما يقفش بقى بالفلنة الحمالات في البلكون عشان الستات الأجنبية تشوف، خدت بالك؟ الحاجات دي كلها ياخد باله منها. وفي الخلوة السوءتان فقط،
فتحصل أن له ثلاث عورات. نقف عند هذا الحد ونكمل يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله يوم الثلاثاء صحيح البخاري بين المغرب والعشاء أيضا بإذن الله. كل دروسنا في التوقيت الصيفي بين المغرب والعشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرت المذكور أقرأ بكل قوتك.